أكتر حاجة بتعصبني إن حد يتدخل في حياتي ويحكم على تصرفاتي ويفرض عليا رأيه الخاص، ولما بكون متعصبة ومتضايقة باجي هنا في الكافيتيريا دي، الكافيتيريا اللي على النيل، أقعد لوحدي في هدوء وأشرب كوباية القهوة، كوباية القهوة بتاعتي المظبوطة، وأفكر في هدوء على صوت موسيقى عمر خيرت. وسمعت واحد صوته عالي، صوته عالي جدا، وعمال يقول في التليفون والله أحمد طلق مراته بعد الجواز ب5 شهور وبعد كده ردها تاني، يعني دي الطلقة التانية، ولو اتعصب تاني ومعرفش يمسك لسانه مش هيعرف يردها، وبنته الصغيرة هي اللي هتتشرد. أنا ياما كلمته والله إنه يمسك لسانه، وكمان حاولت أكلم مراته إنها تكون هادية وتمتص غضبه، لكن مفيش فايدة فيهم، على طول الاتنين الند بالند قصاد بعض. وفضل يتكلم كتير قوي في التليفون ويصرخ ويشرح ويوضح، وانا بقول في عقلي ايه القرف ده يا عم الحاج، انا جاية هنا عشان الهدوء وكوباية القهوة المظبوطة بتاعتي، واسمع لي شوية موسيقى تهديني وتروق بالي، ما تطلع تتكلم برا، وبعدين انا مالي اسمع مشاكل اصحابك ليه؟ ما قدرتش امسك نفسي، قمت من مكاني وندهت على الجرسون وقلت بصوت عالي عشان البني ادم ده يسمع، هو ليه كل الناس بتتدخل في حياة كل الناس وتتكلم عن كل الناس بطريقة تضايق كل الناس وبالشكل الاوفر ده؟ يا ريت الناس تسيب الناس في حالها وتراعي ان في ناس في نفس المكان معاها، ربنا يخليك يا ريت لو سمحت تقول لكل واحد بيجي هنا يلتزم بان هو في مكان محترم، مكان المفروض يكون كل هدوء وكل واحد فيه اللي مكفيه، ولو سمحت المكان ده انا باجي هنا عشان اسمع فيه موسيقى هادية واتكلم في منتهى الهدوء، احنا مش قاعدين في ميكروباص خالتي هنا. الجرسون اعتذر طبعا من الموقف، ولقيته بيقول لي متأسفين يا استاذة نهى انا هروح اتكلم معاه، ولقيت الراجل بص علينا، بص علينا بكل غضب وكان عايز يقوم يضربني، بس راح قافل التليفون وطلب الحساب ومشي على طول. اخيرا حس على دمه التقيل، يلا في 60 داهية. بصيت على النيل وبدأت أفكر، ولما حسيت بالهدوء قررت أشوف الأرباح بتاعتي، فتحت اللابتوب بتاعي ودخلت على صفحة الأخبار بتاعتي، هو ده الكلام، الزيارات والمداخلات والتعليقات على ودنه. كنت عارفة إن الكلام عن موضوع التعدد هيعمل ضجة جامدة وشو جامد كمان، يلا حط الطوبة على الطوبة وخلي العركة منصوبة. فضلت أبص على التعليقات والكومنتات السلبية قبل الكومنتات الإيجابية، أصل أحلى حاجة بتولع الدنيا الناس اللي على رأسها بطحة. حسيت بالموبايل بتاعي في الشنطة بيتهز، فتحت الشنطة وطلعت الموبايل ولقيت 7 اتصالات من كريم، اتصلت عليه وقلت له معلش يا كريم كنت عاملة التليفون صامت وما سمعتوش. رد كريم وقال لي بصوت عالي الموضوع الأخير عامل ضجة جامدة قوي وركب الترند يا نهى. رديت وقلت له طبعا يا ابني مش انا اللي عاملاه، مش قلت لك امشي ورا كلامي وانت هتكسب ذهب؟ رد وقال بس الريبورتات كتير قوي وكده، الشكاوي بقت كتير قوي ضد الموقع بتاعنا وكل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله. يا نهى احنا لسه مخلصناش من الشكاوي بتاعت حرية البنت في اللبس وتلبس ايه وتقلع ايه. قطعت كريم وقلت له بقول لك ايه يا كريم، ركز في الارقام وانت اللي المفروض تحل المشاكل التافهة دي، وخليك عارف ان لولا المواضيع السخنة بتاعتي والبهارات اللي بحطها كنت انت قعدت في بيتك، ولا انت كنت عايزنا نكمل في مواضيع فضيحة الممثلين، خاصة فضيحة الممثلة الفلانية، وشوف بنت الفنان العالمي بتعمل ايه. رد عليا كريم وقال يا نهى فهميني، انا مش هقدر انكر ان المواضيع بتاعتك شايلة الموقع وبتحقق لنا اعلى زيارات، لكن انا بقول نخلي بالنا من الناس شوية ونكتب في حاجات مفيدة. صرخت فيه وقلت له ناس مين يا ابو ناس، الناس دي شوية ارقام وبس، الناس اللي تسيب حياتها وبيتها وعيالها وتدخل على الانترنت دول مجرد ارقام، اللي يدخل يشوف مشاكل الناس ويشتم في ده ويسب في ده ويهتف لده دول مجرد ارقام. افهم بقى يا ابني، اهم حاجة المصلحة، اهم حاجة هنكسب ايه؟ رد كريم وقال خلاص يا مديرة انت المسؤولة عن النشر والزيارات والموقع، المهم
الموضوع الجاي هيكون عن ايه؟ رديت وقلت له هيكون عن الجواز المدني، هل هو حلال ولا حرام ومشاكل اثبات النسب، ايه رأيك؟ قفلت التليفون من غير ما اسمع اساسا منه رد، عشان عارفة ان كريم مش هيعجبه الكلام في الموضوع ده، اصل كريم عبيط قوي مش فاهم ان الجري ورا الاحداث المشطشطة هو ده اللي بيخليني اركب الترند، والسوشيال ميديا عايز كده. لميت حاجتي ودفعت الحساب وقمت عشان ارجع البيت، وانا على باب الكافيتيريا شفت اخر حد ممكن اتخيله، عمرو. طلعت الكلمة مني من غير ما اقصد، بص عليا عمرو وقال نهى معقول؟ ايه الصدفة الحلوة دي؟ رديت وقلت انت بتعمل ايه هنا يا عمرو؟ رد وقال لي هو ممنوع اجي الكافيتيريا دي ولا ايه يا ست نهى؟ انا على طول بخلص شغلي واجي اشرب فنجان القهوة هنا، خاصة قبل ما ارجع البيت، وكويس اني شفتك. يلا بينا بقى، ايه رأيك تقبلي عزومتي؟ رديت وقلت انا سبقتك، بس انا ممكن اقعد معاك شوية عشان اطمن عليك. ودخلت مع عمرو الكافيتيريا تاني. واحد تاني غير عمرو كنت سبته ومشيت فورا، لكن عمرو مش اي حد، ده حب عمري كله. رجعت بالذكريات لسنين فاتت لما دخلت كلية الاداب قسم علم نفس، وهناك اتعرفت عليه، كان المعيد اللي حببني في دراسة علم النفس، واللي كان بيشجعني على الدراسات العليا، وكمان كان بيحبني. ومش بس كده، ده أول ما اتخرجت جه واتقدم لي واتخطبنا كمان. فضلت مخطوبة لعمر سنة ونص وهو بيشتغل في الكلية وبيحضر الماجستير والدكتوراه، وأنا فرحانة زي الهبلة بخطيبي الأمور اللي بيحبني وبيموت فيا، ده غير انه بيغير عليا. وعشان خاطر يستحمل عمرو كلام ماما وتحكماتها وطلباتها الكتير اللي ما بتخلصش، شبكة غالية وخطوبة كبيرة وفستان واستوديو ومراسم في كل مناسبة. في يوم كان عمرو عندنا في البيت وامي قالت له وبعدين يا دكتور عمرو، اديك خلصت الماجستير والدكتوراه، مش ناوي كمان تخلص الشقة وتخلصنا من الخطوبة الهم دي؟ ولا انت عجبك الخطوبة ومش عايز تتقدم خطوة تاني لقدام؟ دي سهى اخت نهى الصغيرة بيتقدم لها عرسان اشكال والوان دلوقتي، واحنا عاوزين نجوزها ومش هينفع نجوز الصغيرة قبل الكبيرة. رد عمرو وقال وانا في ايدي ايه بس يا طنط؟ ما على يدك، المرتب قليل جدا ومصاريف الجواز كتير، هو انا يعني مش عاوز اتجوز نهى النهاردة قبل بكرة؟ ردت ماما عليه بكل جبروت وقالت له بص يا دكتور، انا الحال ده ما يعجبنيش، انا ست لوحدي، ست ارملة، ودخلتك كل يوم والتاني البيت بحتة دبلة، ده ما ينفعنيش، لانه بصراحة مش هيمنع كلام الناس، انت قدامك شهرين بالظبط تكون جهزت فيهم شقتك وحددت ميعاد جوازك، وإلا هعتبر الخطوبة دي ما حصلتش من الاساس. كان لازم التفت لنفسي ومستقبلي زي ما ماما بتقول. واتخطبت بعد عمرو لابن خالتي تامر، شاب ملزق وتافه من بتوع اليومين دول، وكان كل مميزاته انه عريس جاهز وابوه جايب له شقه وعربيه. وابن اخت ماما طبعا كان هو السبب الرئيسي في فشكله خطوبتي على عمرو. وبعد الخطوبه حاول تامر يقرب مني، بس ازاي انا ممكن ارتبط بواحد زي ده، واحد كل طموحاته انه يسمع عمرو دياب لايف في حفلة على الساحل او يشتري تليفون حديث.